بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 174. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة في موضوع الحضانة، وقد بينا في الحلقة السابقة الذين يستحقونها بالترتيب، ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن موانع الحضانة، وأين يكون الطفل بعد بلوغه سن التمييز. من موانع الحضانة الرق، فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. ولا حضانة لفاسق، لأنه لا يثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه، لأنه يسيء تربيته وينشأ على طريقته. ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق، لأن ضرره أكثر، فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأن الزوج يملك منافعها ويستحق منعها من الحضانة. والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب من محضونها لم تسقط حضانتها. فإن زال أحد هذه الموانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة لوجود سببها مع انتفاء المانع منها. وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا لم يقصد به المضارة إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فالحضانة تكون للأب سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا عنه لم يتمكن من ذلك وضاع الولد. أما إن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر وهو لغرض السكنى، فالحضانة للأم سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة، لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة لقرب المسافة. أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفا، فإن الحضانة تكون للمقيم منهما، لأن في السفر بالمحضون إضرارا به في هاتين الحالتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم فسافر ليأخذ الولد منها، فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع، فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. إلى أن قال رحمه الله: وأخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دون أمه وإن كان في بلد واحد. فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقره؟ هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم سافر الأب أو أقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف يقال أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوي أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة، انتهى كلامه. قال في المبدع: وهو مراد الأصحاب. وفي الإنصاف صورة المضارة لا شك فيها، وأنه لا يوافق على ذلك،
وأما تخيير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه فإنه يخير بين أبويه، فإنه إذا بلغ حداً يستطيع معه أن يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم من أجل ذلك. لكن لا يخير الغلام إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، والثاني أن يكون الغلام عاقلا. أما إن كان معتوها فإنه يبقى عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. وإذا اختار الغلام العاقل أباه صار عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكنه لا يمنعه من زيارة أمه، لأن في منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم. وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. وإن لم يختر واحدا منهما أقيع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة. أما الأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها من غير تخيير إلى أن يتسلمها زوجها، لأن أباها أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. لكن لا يمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور. فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، والأم تصلح لحفظها، فإنها تكون عند أمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد وأصحابه: إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضار. فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لانشغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحال. فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. وقال رحمه الله: وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يترك البنت عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. انتهى كلامه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.